نتواصل وتواصل أشواطنا مستمر في هذا المساء في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة في سن الحقائق في ميدان دستور في المرموم. انطلاقة الأشواط وشوطنا السادس الذي تعلن انطلاقته قبل قليل ليحمل لنا هذه الأسماء القادمة بقوة في على الميادين على هذا الانطلاق. ترقبوا الكثير والكثير في هذه الأسماء هناك في مواصلة رياضتنا العربية الأصيلة لتنتقل من مرحلة إلى مرحلة من سن الحقائق واللقايا والإذاع وكل سن حتى تصل إلى سن الحول. نسير مع هذه الأسماء. كفو مشاهدين العزاء يسيطر على مقدمة الشوط ويقود الجعدان في هذا الاندفاع. كفو تعود ملكية الاسم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب علي بن راشد بن حمد بن غدير يضمر كفو اللي يسيطر بينما يليف المركز الثاني شاهين. تعود ملكيته لسمو الامير عبد الله بن سعد ال سعود راشد بن طالب بن شريم المري يتولى تضميره والمركز الثالث ثالث المراكز في هذا الاندفاع والانطلاق الجميل. ياتينا هناك مياس تعود ملكيته مشاهدين الاعزاء سمو الشيخ مايد بن عبد الرحمن المعلى يضمر علي بن مهير بن بليشة يقدم هذه النوعية الجميلة. يا سلام يا سلام يا سلام. مياس ياتي في المركز الرابع في هذه اللحظات لسمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي يضمر كاسب بن سالم المسافري وهناك التواجد لشاهين لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم يضمر محمد بن مسفر بالقوبع وغانم بن مسفر بالقوبع يتولى تضميره وهناك المركز الخامس السادس في هذه اللحظات. ياتينا هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيع الحامد يضمر مختار بن احمد ويتواجد كذلك مليح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن ضعيف بن غدير والتواجد في هذه اللحظات لشاهين لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يضم راشد بن عبيد بالدبيلة وتواجد هناك صوغان في عاشر المراكز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يضم علي بن راشد بن حمد بن غدير. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام هذه الأسماء الجميلة التي تنطلق في هذا الشوط تحمل لواء الناموس والتحدي العودة إلى مقدمة الشوط وهذا كفو من البداية وهو مصر على هذا الموقع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير يتابع تضميره ويتابع الانطلاق في هذا الشوط. انطلاقة كفو بينما يتحرك هناك شاهين شاهين تعود ملكيته لسمو الأمير عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعد آل سعود يضمر راشد بن طالب بن شريم يتقدم الجعدان وينطلق على مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام. نعود إلى مقدمة الشوط في شوف التنافس بدأ التحرك بدأ التنافس بدأ أعطاء الأوامر مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق وهناك التحرك. الله يا سلام يا سلام. غير مليح غير مليح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن ضعيف بن غدير يقدم لنا هذه النوعية الجميلة. المركز الثاني شاهين ياتي في المركز الثاني لسمو الأمير عبد الله بن سعد الثاني يضمر راشد بن طالب بن شيب المري والمركز الثالث شاهين لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم غانم بن مسفر بالقوبع في عملية التضمير العودة مع التنافس مع المراكز الأولى مع الميتين متر الأخير. وهذه مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام النقطة الخامسة في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق مع هذا الشعار شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومع مهندس المضمرين حمد بن ضعيف بن غدير في هذا الانطلاق. يا سلام يا سلام. لحظات الوصول مليح الى خط النهايه واعلان الفوز والناموس بينما المركز الثاني مياس والمركز الثالث هناك وصل في ثالث المراكز الشاهين لسمو الامير عبد الله بن سعد ال سعود راشد بن طالب بن شريم. بقيه المراكز مع لجنه خط النهايه لها متابعه في بقيه المراكز. تهانينا والناموس.